شباب، كنتمنى انكم تكونوا بألف خير. مرحبا بكم معايا في قناتي هنتحفوا. هذا الفيديو هذا غادي يكون شويه مختلف ومغاير على باقي الفيديوهات اللي كنت كنقدم لكم. هذا الفيديو هذا غادي يكون عباره عن رساله غادي نوجهها لكاع الاباء ولكاع الامهات. كنتمنى انها تنال اعجابكم وتنال استحسانكم ايضا. الرساله الاولى كتقول: الا جا عندك ولدك ولا بنتك بغي يستشيرك في امر معين او عنده مشكل بغي يشاركو معاك، رجاء ما تقولوش سير حتى من بعد راني مشغول، لانه مادام اختارك انت باش يجي يتقاسم معاك داك المشكل او داك الامر معين، الا والتمس فيك باللي فعلا غادي تعاونو او غادي تعطيه حل او اقتراح، فرجاء ما تصدوش وما ترجعوش من الباب اللي جنو. الرسالة الثانية كتقول باللي إلا ابنك غلط أو بنتك غلطات ما تضربوش، وإنما حرمو من شي حاجة كيعشقها وشي حاجة كيبغيها، لكن في نفس الوقت عيطلو، جلسو حداك وفهمو، شرحلو داك الغلط اللي دار باللي هو فعلا ما كانش خصو يديرو باش في المرة أو في الفترات القادمة ما يعودوش. الرسالة الثالثة: إلا عندك مشكل مع الزوجة ديالك أو الزوجة عندها مشكل مع الزوج ديالها، حاولوا تحلوا مشاكلكم بعيد على أولادكم، خرجوا الهواء الطلق، جلسوا مع بعضياتكم أطاب وحطوا النقط على الحروف. الرسالة الرابعة كتقول: ما تقارنش ابنك ولا بنتك بخوها أو بالأخت ديالها أو بصديقة الجيران أو ابن صديق ديالك، لأن المقارنة كتقلل من ثقة النفس عند ولدك أو عند بنتك، وفي نفس الوقت كتولد عداوة وكراهية سواء بين الإخوة أو بين الأخوات أو بين الصديقين أو بين الجيران. الرسالة الخامسة كتقول: الحماية المفرطة لابنك ولا بنتك ما كتخليهش يحس بالمسؤولية، خليه يطيح، خليه ووريه وعلمه كيفاش ينوض، حيت ملي غادي يكبر لازم انه يعرف ما له وما عليه، سينو غادي يولي عال على نفسه وعال عليك انت كأب وانت كأم. الرسالة السادسة كتقول: ايها الأب ايتها الأم، إلا تعصبتي في خدمتك أو الأم إلا تعصبات في المنزل ديالها أو في خدمتها إلا كانت خدامة، فما تجيش وتفرغوا الغضب ديالكم على أولادكم، لأنهم هما ما عندهم حتى شي ذنب. الرسالة السابعة والأخيرة واللي غادي نختم بها فيديو اليوم يا سادة، واللي هي: رجاء شجعوا أولادكم باستمرار سواء في أوقات الشدة أو في أوقات الرخاء، وعمرك تقول لولدك او لبنتك باللي راك انت فاشل او انت فاشله وما عمرك ما غادي ديري شي حاجه والا طفرتيها وجهي. رجاء 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 ثم رجاء ايها الاب وايتها الام، ردوا البال لهذه العبارات لهذه الكلمات لهذه المصطلحات اللي كتوجهوها لاولادكم بدون قصد، لان هذه العبارات وهذه المصطلحات كتساهم بشكل كبير في دمار شخصيه بنك ولا بنتك. وبالتالي غادي نكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو هذا. الى عجبكم بارطاجيوه مع خوتكم واحبابكم وكاع الناس اللي كتبغيو. الى اول مره كتشاهدني دخل القناه، ضغط على زر الاشتراك، فعل الجرس باش يوصلك كل جديد. خليت لكم الراحه، تبقاو على الف خير.